يصير مقاطعة. أنا بهنيكم من قلبي وبالكون، مبروك علينا مستشارية الأمن القومي. دولتنا لقيت انه من المناسب كل وحدات المخابرات تشتغل بالتنسيق مع هاي المستشارية، والوحدات اللي ما انا موجودة على هاي الطاولة بتنعد ملغية. المسؤولين اعتبروني مناسب لهذا الموقع وبقدر دير كل فروع المخابرات. وانا لليوم ما خجلتن ابدا باي شيء بشغلي، وما رح خجلهم هلأ، ورح يكون التنسيق بين كل فروع المخابرات من خلال هاي المستشارية وبس. وشلون رح يتم هالتنسيق مع حدا على هالطاولة مختلف مع التاني؟ أنا تكلفت بهاي المهمة لحتى ينتهي هذا الصراع، وشو بتطلب مني هاي المهمة أنا بعمل. يعني مثلا شو فيك تعمل معي أنا؟ هلأ في براسي شغلي بس وحدي بقدر إلك يا هي ألف مبروك على زواجك، وأنا بهنيك. بما أنك تعرف المعلومة معناتها بلشت بمهمتك. اعتبارا من هاي اللحظة أي شي بيصير بهاي البلد لازم أعرفه، لأنه بيهمني حتى لو كان صغير. وكل واحد فيكن قاعد على هي الطاولة بيهمني ولازم أعرف كل شي عنه. يا أما منشتغل بالتعاون مع بعضنا كلياتنا وإيدينا بإيدين بعض مشان أمن وسلامة البلد، يا أما يا أما شو؟ أحكي ليش ساكت؟ يا أما بتستقيل وبتطلع من تحت حصانة وحماية الدولة، ولازم تسلم كل شي عندك، السلاح اللي حامله على خصرك، المعلومات، الوثائق، المصاري اللي بين ايديك لازم تسلمنا اياها كلها. يا اما بدك تطيعني يا اما بتكون متمرد علي. انت مفكر انه نحطوك سلطان؟
الشاشات والسيديات والأجهزة الإلكترونية وينها؟ شو بيعرفني أنا؟ دور عليه هون. الشغل مو مزبوط، رح تدفعوا ثمن اللي عم تعملوه. للأسف انت ما بتعرفوا مين عم تخدمه. بس بترجع بالطيب يا كنعان. يسلموا يا دكتور. الزلمة وقع بإيدنا، منخليه ينفض؟ ما عم قول نتركه. من الأول مناخد اللي بدنا إياه منه، وبعدين مراد على مدار كرامته ما بتسمح له يضل عايش، رح يشنق حاله. ما رح تحكي شي؟ صار لك ساعة رايح جاي. شو بدي احكي؟ كيف يعني شو بدك تحكي؟ انا هلأ شلون بدي قتلك؟ ليش بدك تعمل هيك؟ قلتلك انا حامل بابنك. من لا بدي اعرف انه ابني؟ حتى صورة هوية الي ما بتحملي، لا حبي ولا اسمي ولا كنيتي كمان، ولا ولد كمان. شو جاي تبشريني؟ بشري جوزك. ايه ماتي، انا من سنة ما قرب علي حدا غيرك انت. كذابة. طلعي من بيتي، ما بقى بدي شوفك. ايه ماتي، والله اللي بطني ابنك فؤاد حتى ما لمسني لمس. وليش اتجوزتي معناتها؟ ارمي بلاكي على واحد غيري. لبرا نلعي. ما رح تقدر تهرب مني ابدا، اسمك ببطني وناوي خليه. شو
شفتها يا كاظم؟ ما قدرت اقوصها براسها. لك لا تكون ضحكت علي لحتى ما اقوصها. معلم كبسوا على المكتب. معلم مراد كيف؟ الو صدفة انا بعدني بالبيت. لا تليفونه مسكر. لا ما بعرف وينه. والله ما بعرف شو بدي اعمل. حدوث هيك شغلة بقمة الدولة لا هي مناسبة ولا هي مزبوطة. مو أنا المسؤول عن هذا الشيء. هذا مراد ما عنده احترام لأي سلطة. هجم علي وأنا قاعد على الكرسي. مزبوط، بس رجاء اسمحوا لمراد علمدار أنه يطلع، وإذا لزم الأمر بيشتغل ليل نهار لحتى خليه يتعاون معك بسلام وبدون مجادلة وحرب. في مصاري صادرهم مني بدي اياهم، خليه يقولوا وينهم هن، انا بخليه يطلع. دهموا المكتب وأنا هنيك. نيتهم أسوأ بكتير. مو القبض على مراد، يزعلته البير. كل أرقام الناس اللي فوق دقيتها ما حدا منهم عم يرد. شو بيطلع بيدي؟ تقدر تطالع مراد على مدار من الأسر. يفوت لعند مراد على الدار بدون امر من اسكندر الكبير. لا هو بعتني، لازم احكي مع مراد على الدار. طالما جاي تحكي بتدخل وحدك وبس، ما بتدخل هدول معك. لا تقلل احترام. انت لا تقلل احترامك. عم لك نزلوا سلاح. خلاص خلاص. هدي حالك وانتو اهدوا. جاي احكي، مو حاربك. افتح الباب. خلي رجالك يبعدوا بالاول وبفتح لك الباب. سيدي الكل لورا، وانتو هلا روحوا. يلا كمان ترى.
اترك سلاحك. ملاحظ انك زودتها يا كنعان؟ بتساوي مثل ما عم بقلك يا ما بخليك تدخل هالمكان. روح اشتكيني لاسكندر الكبير. أنا ما عم صدق، ما عم صدق الشيء اللي صار. كل ما حاولنا نوقع اسكندر بيجوا بيحطوه فوق راسنا. هالشغلة ما عم تدخل بمخي بنوب. أنت لازم تطالعني. قال أنت مصادر مصاري بتخص اسكندر الكبير وبده إياها وهيك بتطلع. قرش واحد ما في. بتروح وبتقول له مراد حرقهم كلهم وبدي ادفع رمادن الباقيان معه بقبره. شو اللي عم يصير؟ ماشي. عملوا اسكندر رئيس ومعلمنا صار بالحبس. دولة مجانين. اخذوا كل شيء بس الحمد لله انا ناسخ الملفات. أنا عقلي ما عم يستوعب. شو بدنا نعمل؟ قلي. نكبس عليهم ومنطالع المعلم ومنطلع. ايه منعمل هيك بس اللي بدنا نقوس عليهم هن موظفين دولة يا ميماتي. وأكيد الناس اللي ورا اسكندر قوايا لحتى وصلوا لقمة الذروة. سيدي يا من لقي ملفه مع شي حدا أو إنه بيكون الحل على الشكل. الحل يا صديقي إنه نحن نوقف قدامه لحتى نعرف مين اللي وراه. أهلا وسهلا. إبرو؟ ما في خبر يا قلبي؟ ما في شيء. اللي قالونا يا رفقاته إنه ما في داعي نقلق. قال راح على اجتماع. بنتي انت بعدك باول الطريق. انا بقدر بشكل رسمي حل هالمشكله كلها. انت عليك توافق وبس. على شو بدي وافق؟ تجي معنا على انقره وتنسي هالجوازه. شو بتستني من رجال ما بيجي على بيته باول ليله من زواجه؟ هذا بشو وعدك وبشو غاسل دماغك ما بعرف، بس هالزلمة مصيبة كبيرة وسرسري. آخر شي تقتلو شي رصاصة طايشة. هو جوزي وأنا بدي استنى. يا عمي ضغطة بالمستوى اللي بدهن اياه الدكاترة، لازم ندخلها هلا على العملية. الوضع في خطورة كبيرة وإذا ما أجلناها لبكرة بيكون أفضل. شو عم بيقولوا يا رجال؟ قال لازم تعملي العملية فورا. ما بصير تتأجل لبكرة؟ عم يقولوا هلأ أنسب وقت. قبل ما أفرح وأنبسط بسعادة ابني
ليش بدهم يخدروني يا عمر؟ فينا نصل لأبعد من الكوريدور، وقبل ما نصل للزنزانة رح يقتلونا. بعرف يا عبد الحي بعرف، بس هذا هو الحل الوحيد. انت ما بتعرف حدا جوا بنوما؟ اللي جوا كلهم رجال اسكندر. معلم في حدا اجا؟ لهالضابط. شو اسمه؟ هذا اسمه مسعود باشا، زلمة محترم، والضباط اللي معه مجموعته، هدول بيكونوا رجال دوغان أشرف. وشو جاي يساوي؟ شي غريب هون. يعني هذا زلمة اسكندر ولا لا؟ طيب أنا شو بيعرفني؟ بس هو مو من النوع اللي بيخضع لاسكندر بالمرة، بس ما منقدر نعرف لنشوف. أنا رح جن، مين رح نقوص هلأ؟ أعصابي ما عاد تتحمل. إذا بتمنعني بأوصك إلك يا عبد الحي، فهمت؟ هاي خبرتك. شفت؟ كنت متت لو ما حاطت خوذة. شو علاقتك بمراد علمدار يا مسعود باشا؟ أنا صرت باشا لحتى حارب الإرهاب، مو لأخلق الإرهاب. أكيد يا بتترك زلمتي يطلع من هون، يا أنت ما بتطلع من هون عايش يا اسكندر. أنت بتعرف حالك منيح شو عم تحكي معي يا مسعود باشا؟ ما بتعرف أنا شو بقدر أعمل؟
ما فيك انت تعمل شيء بمنطقتي او بدون علمي، وما فيك تستخدم اي اعترافات من حدا بدون اذني انا، وما بسمح لك تحقق مع اي مواطن، وما بتبعت ولا واحد من رجالك على منطقتي لو مهما كان. واذا بدرة دخلت غرام هيروين واحد بغرقك انت ومجموعتك عن بكرة ابيها بنفس الهيروين. مسعود باشا، انا اختاروني وحطوني بهذا الموقع مشان اعمل اللي لازم اعمله، لا برد عليك ولا برد على اللي فوقك كمان. انت بسرعة نسيت سعدي باشا، بس انا بقدر جدد لك ذاكرتك من الاول كتير منيح. انت شو عم تعمل هون؟ مين فوتك؟ جبت البيتزا. بتسلمها على الباب؟ انا بسلمها لصاحبها. ومين هاد صاحبها؟ اسكندر الكبير. شو صاير؟ وين حراس؟ مين حضرتك؟ انت مالك متذكرني؟ اسف راسي ملخبط شوي، ماني متذكر. عود يا رجل. مسعود باشا. تقابلنا عند غام باشا. يلا نروح. انت خليك هون واوعك تبطل خيانة، لاني ناوي افرمك انت وصاحبك واخلط عظمكم مع لحمكم وطعمير الكلاب. القائمة تبع اسكندر معي بس مشفرة، هذا إذا ما صدروها. طمن، نحن منفكها. أنت وصل لي إياها ونحن مننظف المنطقة كلها من جماعة اسكندر. إمتى رح ترجعوا؟ رح أكون بكرة بالديار بكر. شو عم بيصير؟ يلا نزل السلاح بسرعة. قلت لك نزل السلاح أنت وياه. اسكندر وينه؟ راح. بيروح على ديار بكر، نضرب الطيارة؟ ما بيستاهل، ما بدك تعطي الناس أكثر من اللي بيستحقوا يا زكي. أوصوا براسه بلا مشاكل. إذا بدي موت بموت بكرة، بس ما رح أرضى حكر أسعد يوم بحياة ابني. يا خالي يا ريت مات عندي. هذا مو عناد يا سيد تركي، هذا قراري نهائي، بس ما تكونوا قلتوا لابني ان شاء الله. انت شو لك شغل هون يا ابني؟ لازم اليوم تعملي العملية. انتوا بدكن يعني موت هون من قهري. ابني تعال معي. ابني انا عند امك، روح انت لعند مرتك.
أكيد مو ناوية تخانقيني. المهم تكون بخير. سويت هيك مشان تخوفني من اول ليله ما؟ بس مو باين عليكي خايفه بنوم. ايه شو باين؟ ناقصك شويه نوم. من هلا ورايح بدك تاخذني معك حتى على الموت. نسختهم لأنه حسيت في شي معلم. برافو عليك كاظم، لحق هاي على المطار فورا. نحن أصلا ما قلنا صفة رسمية. قلي شو بيصير إذا لغونا أو ما لغونا؟ شو بيصير؟ إذا بدك تقوص شي حدا بتصف على الدور لتاخد مهمة، وبتاخد ذخيرة محدودة كتير، وهذا إذا الدولة عطتك رخصة طبعا. يعني نحن بدنا نعاني من نقص السلاح والذخيرة؟ ما منعاني من نقص أكيد، بس ضربت لك مثال. هذا كله من هذا الوسخ اسكندر، ما هيك؟ لا تخلي الموضوع يشغلك، انت انبسط وكيف، نحن منحلها. ومر على المينا تبعنا شي مرة، صار عنا سكرتيرات، كاظم بيعرفك عليهم. بس أنا سكرت هديك الدفاتر. هلأ من مين سمعت ومين قال لي هي ما لها أهمية يا عبد الحي؟ إذا هي ما لها أهمية شو المهم؟ يعني ما بدك ياني؟ أنا ما عاد أقدر أطلع بين العالم أبدا. إذا كان بدك تتزوجني عن جد اترك شغلك ومنروح منعيش بمدينة تانية. بس الدولة ربتني على الشغل، وأنا شغلي ما فيه لا تقاعد ولا اعتزال. معناتها منترك بعض؟ هذا قرارك؟ موسيقى